ضابط الاتصال مع الدكتور يحيى صاري، عضو اللجنة الوزارية للفتوى بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. فضيلة الشيخ، السلام عليكم، أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيكم. شكرا فضيلة الشيخ. هل هذا البيان مرتبط بالحالة الوبائية التي شهدت تزايدا مخيفا لأعداد الإصابات خلال الأسبوع الماضي؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. جرت وزارة الأوقاف الشؤون الدينية دائما على التوعية الشرعية والدينية ومرافقة المواطن الجزائري في يومياته في خضم هذا الموجة الجديدة من هذا الوباء، الذي ظننا بأن حصلنا على شيء من التعافي، إلا أن الموجة الجديدة هذه عادت بقوة على المستوى العالمي، ولا تنجو منها كثير من الدول. ونظرا لهذا الترقب والخوف والترصد لموجة جديدة في بلادنا، وجب من جديد إعادة ترتيب الإجراءات والأخذ بها. لهذا أصدرت وزارة الشؤون الدينية في لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية بيانها رقم 36، والذي تضمن حوالي 6 نقاط ألخصها فيما يأتي. النقطة الأولى هي ضرورة، مش ضرورة بل وجوب الشرعي الأكيد على العودة الصارمة للأخذ بأسباب الوقاية من هذا الفيروس. وذلك لما يعرفه المواطن الجزائري من الإجراءات المعروفة، من استعمال القناع والتباعد الجسدي والنظافة المستمرة ونحو ذلك. فهذا قالت وزارة، قالت لجنة الفتوى في بيانها بالوجوب الشرعي. الوجوب الشرعي المؤكد الذي يلزم كل واحد منا. فضيلة الشيخ، نذكر كل النقاط. النقطة الثانية اللي هي العودة إلى الالتزام الصارم على مستوى المساجد. في صلاة الجماعة وصلاة الجمعة تقصد التباعد. التباعد الجسدي. وارتداء القناع واستعمال السجادات الشخصية. والأخذ بأسباب النظافة والوقاية على مستوى المساجد. هذا نص البيان على الوجوب. فالمساجد من خلال هذا المنبر الإعلامي من قناة النهار نؤكد للأئمة وعلى وجه الخصوص وللمصلين جميعا على أن يلتزموا بالتباعد الجسدي واستعمال القناع على مستوى المساجد. هذا ثانيا. فضيلة الشيخ، نذكر النقاط يعني كرؤوس أقلام كي نربح الوقت. ثالثا، اللقاح. لابد من يعني استعمال اللقاح لمن لم يستعمله أو لمن بقي له بعض الجرعات من اللقاح، حتى تتحقق إن شاء الله المناعة الجماعية وتكون هناك الإصابات خفيفة. كذلك خامسا، قضية الاجتناب والحذر من الإشاعات والأكاذيب والترهات والأراجيف التي تستعمل غالبا في مثل هذه الظروف. وعدم الانسياق وراء الإشاعات والأكاذيب. سادسا وأخيرا، ما تضمنه البيان رقم 36، التحلي بروح تعاون بين المواطنين والمواطنات، وضرورة التناصح والتعاون على البر والتقوى، حتى يتحقق لنا إن شاء الله الأمن الصحي والوقائي بإذن الله. وهو كذلك. طيب فضيلة الشيخ، أنت تحدثت عن اللقاح، لا يخفى على أحد أنه فيه حالة من التردد لدى الكثير من المواطنين، وبالمناسبة أرقام وزارة الصحة تقول أنه فيه عزوف عن التلقيح. فرضا، ما هو حكم التلقيح وما هو حكم من يرفض التلقيح؟ نعم، لا شك هذا يدخل في أمر في الأمور الضرورية لتحقيق المناعة الجماعية، فلا بد من المواطن
أن يلجأ إلى التلقيح. لا نقول هذا من الواجبات المحتمات، ولكن هذا من باب الوقاية، من باب الوقاية، والوقاية مطلوبة شرعا. نعم. مطلوبة شرعا كما هو معروف. ولهذا يعني ننادي المواطن الجزائري. نعم. أن يلجأ إلى اللقاح. وقد عرفنا في الموجة السابقة كيف أقبل المواطن على اللقاح بشكل كبير لما انتشر الوباء بشكل مخيف وحفظ أرواح كثيرة. فنقول للمواطن لا ينبغي عليك أن تنتظر حتى يقع الفاس في الراس كما يقال. صحيح. وإنما ينبغي من الآن أن نعود إلى التلقيح لمن لم يعني يأخذ هذا التلقيح، حتى إن شاء الله تعالى تكون أيها المواطن الكريم سببا في حفظ الصحة الجماعية. طيب فضيلة الشيخ، خليك معي مشاهدي الكرام، وكنا نتحدث عن بيان وزارة الشؤون الدينية والأوقاف المتعلق بالحالة الوبائية. نعم. فضيلة الشيخ، هل يعتبر آثما من لا يلتزم بهذه الإجراءات؟ احنا نشوف كثير من الناس ربما استغناوا عن الكمامات وأصبحوا يذهبون للأسواق وللمكاتب وللمقرات العمل من دون كمامة، ربما فيه تهاون كبير. ما حكم كل هذا فضيلة الشيخ؟ نعم، لا شك بأن الواقع الوبائي يفرض على المواطن هذه الإجراءات والاستهانة بها عن عمد، ومما قد يؤدي إلى إصابات في نفسه أو غيره. صحيح. لا شك بأن مثل هذا الشخص قد يؤثم عند الله سبحانه وتعالى بسبب تفريط المتعمد. نعم. هذا هو المقصود، والمواطن لابد عليه أن يكون يعني طائعا لربه سبحانه وتعالى فيما أمره عز وجل من وجوب حفظ النفس وأرواح الآخرين وصحتهم. نعم. كما يجب عليه أن يحفظ نفسه وأسرته وعائلته. نعم. ونقول المواطن يعني إحنا رانا الآن هذا الوباء رانا دخلين سنتين، رانا قريب نخرج من السنتين ونحن نعيش هذا مع هذا الوباء. فلا ينبغي الاستهانة والنسيان، يعني الإنسان ينسى. وقبل أشهر قليلة فقط كان المواطن الجزائري يعيش حالة من رعب كبير. صحيح. وخوف وأرواح، وفقدنا الكثير من الأحبة والعائلات والأسر والجيران والأحباب وغيرهم. فينبغي علينا ألا نفرط وأن لا نتهاون وأن لا ننسى الأيام السابقات. نعم. وكذلك على المواطن الجزائري أن لا ينساق وراء تلك الإشاعات، أيضا موجة الإشاعات. نعم. وموجة المؤامرات ونحو ذلك والتي تروج عبر الإعلام الأزرق. فلهذا لا ينبغي على المواطن أن ينساق وراء هذه الأمور وهو يعيش هذا المرض كل يوم. رأي يشوف الآن أصبحنا هذه الأيام، كنا قبل شهرين فقط. نعم. لم نسمعوا فلان مات، فلان مرض، فلان دخل المستشفى. الآن ولينا نسمعوا هذه الأيام القليلة أصبحنا نسمع. فقدنا يعني خلال أنا شخصيا في خلال هذه الأيام العشرة فقط يعني 5 أو 6 من زملائنا وممن ربي يرحمهم. ربي يرحمهم جميعا فضيلة الشيخ. نعم. بالوباء. نعم. طيب هذا المواطن لازم له الآن يعاود يرجع الإجراءات، يأخذ بها بشدة يعني ما بدون تراخي وبدون إهمال وبدون استهانة. طيب فضيلة الشيخ، فيه بعض المساجد ربما لا تطبق المعايير الصحية المفروض أن تطبقها فيه. ربما بعض المساجد استغنت عن التباعد في الصفوف. صحيح. وأصبح نعم وهذا الأمر واقع. نعم صحيح، هناك بعض المساجد التي لما رأت هذا يعني خفة نقص الحالات المصابة والنقص في حالة الإصابات الآن تركت هذا الالتزام بالتباعد الجسدي. ولهذا من خلال هذه البيان تاع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، راه هذا البيان يلزم
يلزم المصلين يلزم الأئمة على الأخذ بهذا الإجراء وهو التباعد الجسدي في الصلاة ولبس الكمامات والسجادة الشخصية. هذا البيان يعتبر ملزم. نعم. راه ملزم، وعلى المواطنين أن لا ينساقوا وراء من بعض الناس الذين يدخلون إلى المساجد ويلقون هكذا الفتاوى ببطلان هذه الصلاة بهذا التباعد، ولو كانت باطلة لا 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 بطلت على الصلاة. جميع المسلمين خلال الشهور والسنة الماضية، ولا كان هؤلاء العلماء والمفتون الذين أفتوا في العالم الإسلامي في الشرق والغرب لكانوا هؤلاء كلهم قد أبطلوا صلاة المسلمين، وهذا غير صحيح، وإنما هي بعض الفتاوى الشاذة التي هي خالفت كل إجماع العلماء في هذا العصر. طيب فضيلة الشيخ، فيه ناس مصابة أو حتى شك في أنها مصابة تذهب إلى أماكن العمل تحتك بالعامة من الناس وتنقل الوباء سواء بعلم أو بجهل منهم، ما حكم هؤلاء؟ نعم، يعني كان لمريض مخبي. نعم، نقول لكل مريض نسأل الله أن يشفيه وجميع المرضى، ولكن أيها المريض إذا لمست من نفسك أنك مريض وأصابك هذا الوباء فلا ينبغي أن تغامر وتغامر بغيرك ممن قد تتسبب ربما في موته. صحيح. لأنه لا أحد يعلم أن هذا الذي قد يصاب بالعدوى يعيش أم يموت، لا أحد يعلم. ولهذا ربما يموت وأنت السبب أيها المريض الذي كتمت مرضك واختلطت بالناس استهانة أو تأويلا أو نحو ذلك من الأفكار التي تدور في ذهن بعض الناس. نعم. هذا يقال كل من لمس في نفسه هذا المرض عليه أن يأخذ بالإجراءات الصحية والوقائية والابتعاد، وكل واحد يعرف وش يعمل من الأمور التي يلتزم بها. صحيح. المرض مو جديد اليوم، احنا نقول المواطن أن هذا المرض ما روش جديد، المرض هذا رانا تعيشنا معه مدة سنتين، ونسأل الله لنا أن ندخل في السنة الثالثة والرابعة. نعم. ولكن رانا نتعيش معه بالطريقة التي يمكن من خلالها أن نخفف الإصابات بإذن الله. نعم. التعايش معه السلبي الذي هو فيه التهاون وفيه الاستهانة، هذا التعايش السلبي، هذا التعايش يدل على عدم المسؤولية. أما التعايش الإيجابي اللي يدل على المسؤولية والضمير والدين والأخلاق والإنسانية هو التعايش الإيجابي، وهو الأخذ بالاحترازات الوقائية حتى لا يتسبب المريض في عدوى الصحيح ولا أن يتسبب ربما في موته أو نحو ذلك. نعم، وهو كذلك فضيلة الشيخ يحيى صالي عضو اللجنة الوزارية للفتوى بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة.